فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس في الوضوء. وسواس. بالوسواس في الوضوء، أحسن الله إليك. نعم. وفي أمور الطهارة 4 سنوات تقريبا، ولم أستطع التخلص منه، فهل من توجيه يعينني على ترك الوسواس؟ وادعوا لي يا شيخ والحاضرين بالشفاء. نعم، الوسواس هذا مرض بلا شك، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والإكثار من الاستعاذة، والإكثار من الورد، تلاوة القرآن، فإن الوسواس من الشيطان، والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة. ثانياً، عليك بأن لا تلتفت إلى الوسواس ولا تتأثر به، وأن تمضي في عبادتك ولا تنظر إلى الوسواس، صل واعمل العبادات ولا تنظر إلى الوسواس، ارفضه رفضاً تاماً كأنه غير موجود. نعم.